السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم عزيزاتي الطالبات في درسنا اليوم بعنوان مرثية بيت المقدس. قبل البدء بالدرس أو قبل البدء بالأبيات نريد أن نتعرف إلى أن درسنا اليوم هو نصوص. النصوص الشعرية، الشعر ينقسم إلى شعر حر وشعر عمودي. هناك فرق بين الشعر الحر والشعر العمودي. الشعر العمودي الذي في درسنا اليوم في هذه المرثية عبارة عن أبيات شعرية تعتمد على الوزن والقافية، أما الشعر الحر فهو عبارة عن أسطر شعرية لا تعتمد على الوزن والقافية. قصيدتنا اليوم للشاعر أبو المظفر الأبي وردي، ولد في أبي ورد في خراسان، ترجع أصوله إلى بني أمية. قد أجاد هذا الشاعر في منظم ألوان الشعر، وقد كان إماما في اللغة أيضا وغيرها. يتناول الشاعر في هذه القصيدة ويذكر لنا ما حل بمدينة القدس من مصائب جراء الاحتلال الصليبي الغاشم، فقد هتكوا بأهلها، دنسوا مقدساتها وشردوهم من أراضيهم، لكن المسلمين لا يزالون يلبسون ثياب الذل والخضوع والهوان، يستصرخ بهم ويحثهم على نصرة المدينة المقدسة، حتى كان النصر في النهاية على يد القائد صلاح الدين الأيوبي. نبدأ بالقصيدة. مرثية بيت المقدس، مزجنا دماء بالدموع السواجن، فلم يبق منا عرضة للمراحم، وشر سلاح المرء دمع يفيضه، إذا الحرب شبت نارها بالصارم، فإيها بني الإسلام إن وراءكم وقائع يلحقن الذرى بالمناسم، أتهويمة في ظل أمن وغبطة وعيش كنوار الخميلة ناعم. نبدأ بالمرادفات. مزجنا دماء بالدموع السواجن. ما مرادف كلمة مزجنا؟ مزجنا بمعنى خلطنا، مزجنا بمعنى خلطنا. مزجنا دماء بالدموع السواجن، السواجن سجم الدمع قل أو كثر، فلم يبق منا عرضة للمراحم. عرضة أي مكان، عرضة بمعنى مكان، المراحم بمعنى الرحمة. وشر سلاح المرء دمع يفيضه. شر ما نوعها من المشتقات؟ أصلها أشر، نوعها اسم تفضيل، شر عكسها خير، خير وأشر أسماء تفضيل، حذفت الهمزة وذلك لكثرة الاستعمال. وشر سلاح المرء دمع يفيضه، يفيضه بمعنى يسيله. إذا الحرب شبت نارها بالصوارم، الحرب عكسها السلم، شبت أي اشتعلت، شبت بمعنى اشتعلت. إذا الحرب شبت نارها بالصوارم، الصوارم المقصود بها هنا هي السيوف، الصوارم بمعنى السيوف مفردها صارم. هناك أسماء أخرى للسيوف كالمهند والحسام. فإيها بني الإسلام إن وراءكم وقائع يلحقن الذرى بالمناسم. ما معنى كلمة إيها؟ إيها اسم فعل أمر بمعنى اسكتوا. إيها اسم فعل أمر بمعنى اسكتوا. إيها بني الإسلام فإن وراءكم وقائع يلحقن الذرى بالمناسم. الوقائع بمعنى الحروب، يلحقنا بمعنى يتبعنا، الذرى وهي الرؤوس، والمناسب وهي أطراف خف البعير. أتهويمة في ظل أمن وغبطة. ما المقصود بكلمة تهويمة؟ تهويمة بمعنى النوم في ظل أمن وغبطة. غبطة بمعنى سعادة، غبطة بمعنى سعادة. أتهويمة في ظل أمن وغبطة وعيش كنوار الخميلة ناعم. النوار بمعنى الزهر المتفتح، النوار بمعنى الزهر المتفتح. الخميلة بمعنى الشجر الكثيف، ناعم عكسها خشن. بعدما شرحنا المرادفات ننتقل إلى شرح الأبيات.
مزجنا دماء بالدموع السواجم فلم يبق منا عرضة للمراحم. يستنكر الشاعر على الناس وعلى المسلمين كيف أن الدموع قد اختلطت بالدماء وذلك لكثرتها فلم يبقى لها مكان، حتى أن الدموع قد تكون وسيلة للتنفيس عن الإنسان، تنفيس عن آلامه، تنفيس عن أحزانه وما أحل به، لكنها في وقت الحروب تكون تحمل معاني الذل والخضوع والهوان فلا مكان لها وقت الحروب. يستصرخ الشاعر في المسلمين وبني الإسلام ويقول لهم إن هذه المدينة المقدسة التي كانت من أعظم المدن وأعظم والتي تحتوي على أعظم الأماكن المقدسة قد دنست، وذلك وأنتم في تعيشون عيشة الرفاهية والنعيم وتنامون على نوار الخميلة الناعم. بعدما انتهينا من شرح الأبيات نريد أن نتوصل إلى الفكرة الرئيسة التي تدور حولها الأبيات الأربعة الأولى، وهي دموع لا تنسى وسيوف لا ترحم. ننتقل إلى الأساليب. مزجنا دماء بالدموع السواجم فلم يبق منا عرضة للمراحم. مزجنا دماء بالدموع السواجم وذلك كناية عن كثرة هذه الدموع، كناية عن كثرة هذه الدموع. مزجنا دماء بالدموع السواجم فلم يبق منا عرضة للمراحم. إذا قلنا لا فلم يبق منا أسلوب نفي، أين أداته؟ أداته لم. لم أداة نفي وجزم وقلب، أداته لم وهي أداة نفي وجزم وقلب. نفي أي تنفي الفعل، جزم أي تجزم الفعل المضارع الذي بعدها. فعندما أقول يبقى أصلها يبقى بالألف لينا، فبحكي فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. لماذا كان علامة الجزم حذف حرف العلة؟ وذلك لأنه معتل الآخر. قلب أي تقلب من الزمن الحاضر إلى الزمن الماضي. فلم يبق منا عرضة للمراحم وشر سلاح المرء دمع يفيضه. سلاح المرء دمع، هل الدمع سلاح؟ طبعا لا، فهنا الشاعر شبه الدمع بالسلاح. شبه الشاعر الدمع بالسلاح وشر سلاح المرء دمع يفيضه. إذا الحرب شبت نارها بالصوارم. عندما أقول إذا الحرب شبت نارها، ما نوع الأسلوب؟ أسلوب شرط. دائما غرض أسلوب الشرط هو الإقناع بالحجة والدليل. دائما غرض أسلوب الشرط الإقناع بالحجة والدليل. طيب بما إنه أنا حكيت أسلوب شرط بدي أحدد أركانه. إذا هي أداة الشرط، الحرب شبت نارها فعل الشرط، أين جواب الشرط؟ إذا قرأت الشطر الأول وشر سلاح المرء دمع يفيضه، إن الدموع في حال السلاح وفي حال الحروب هي شر للإنسان. إذا الحرب شبت نارها بالصوارم، يعني إذا اشتعلت الحرب فإن لا مكان للدموع في ذلك الوقت. حكينا إذا أداة الشرط، الحرب شبت نارها فعل الشرط، جواب الشرط أن لا مكان للدموع في ذلك الوقت. طيب عندما قال لي الشاعر الحرب شبت نارها كناية عن اشتداد الحرب وضراوتها، الحرب شبت نارها كناية عن اشتداد الحرب وضراوتها. فإيها بني الإسلام إن وراءكم، فإيها بني الإسلام، هنا أسلوب نداء بني الإسلام أداته محذوفة، بني الإسلام أسلوب نداء أداته محذوفة أي يا بني الإسلام،
وذلك غرضه رفع همة المسلمين، وذلك من أجل توحيد الصفوف ونصرة بيت المقدس. إن وراءكم وقائع يلحقنا الذرى بالمناسب. حكينا الذرى وقائع حروب، ويلحقنا ما نوع النون هنا؟ نون النسوة. نون النسوة إذا اتصلت بالفعل المضارع يلحقنا نون النسوة، إذا اتصلت بالفعل المضارع فيكون مبني على السكون، فيكون مبني على السكون. ونون النسوة ضمير متصل في محل رفع فاعل، الوقع الإعرابي لها في محل رفع فاعل. وقائع يلحقنا الذرى بالمناسب، حكينا أن الذرى هي الرؤوس والمناسب أطراف في البعير، العلاقة بينهما طباق. الذرى العلاقة بين الذرى والمناسب، الذرى والمناسب العلاقة بينهما طباق. دائما الغرض من الطباق هو توضيح المعنى وإبراز الفكرة، دائما الغرض من الطباق هو توضيح المعنى وإبراز الفكرة. أتحويمة في ظل أمن وغبطة وعيش كنوار الخميلة ناعمي. أتهويمة في ظل أمن وغبطة، ما نوع الأسلوب؟ أسلوب استفهام. أين أداته؟ أسلوب استفهام أداته الهمزة. طبعا تحدثنا سابقا أن جميع أدوات الاستفهام أسماء ما عدا الهمزة وهل حروف. أتهويمة في ظل أمن، أسلوب استفهام غرضه التعجب والاستنكار، غرضه التعجب والاستنكار. أتهويمة في ظل أمن وغبطة، غبطة أي سعادة، أتنامون وتعيشون حياة الرفاهية وعيش كنوار الخميلة ناعم، والمسلمون يحرقون وتدنس مقدساتهم وتهتك بأعراضهم، وعيش كنوار الخميلة ناعم. دعونا نتذكر الحصة السابقة التشبيه، وعيش كنوار الخميلة ناعم. نحدد أركان التشبيه، قلنا أن التشبيه هو عبارة عن عقد مقارنة بين شيئين يشتركان في صفة بالأداة ربط، وهي أداة التشبيه. أين المشبه؟ هو العيش، المشبه عيش. أداة التشبيه هي الحرف الكاف المشبه به، نوار الخميلة، وجه الشبه، النعومة. في رفاهية العيش ونعومته، أن العيش رغيد وهنيء. إذا قلنا مزجنا دماء بالدموع السواجم، مزجنا، ما نوع الناء هنا؟ مزجنا دماء، نوع الناء هنا ناء تسمى ناء الفاعلين، تتصل بالفعل وتكون في محل رفع فاعل، تسمى ناء الفاعلين، تكون في محل رفع فاعل. لما أعرف بالفعل مزجنا فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بناء الفاعلين، وناء الفاعلين ضمير متصل في محل رفع فاعل. أين المفعول به؟ دماء. إذا قلنا بالدموع السواجم، ما نطق الإعرابي لكلمة السواجم؟ نعت مجرور وعلامة جره الكسرة، لأن النعت يتبع منعوته في الإعراب. إذا كان الدموع اسم مجرور فالسواجم نعت مجرور وعلامة جره الكسرة. إذا قلنا وشر سلاح المرء دمع يفيضه، قلت أنا أيضا في الحصص السابقة أن الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. دمع نكرة، إجت بعدها جملة فعلية يفيضه، فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والهاء في محل نصب مفعول به، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. الجملة الفعلية في محل رفع
حرف كاف التشبيه، حرف جر مبني لا محل له من الإعراب، نوار اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، وهو مضاف والخميلة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. انتهينا من الفكرة الأولى التي بعنوان دموع لا تنسى وسيوف لا ترحم، تبين لنا حال المسلمين كيف أنهم نائمون ويعيشون حياتهم بكل أو بكافة الرفاهية والنعيم، بينما بعض الناس في بيت المقدس يعرضون إلى شتى أنواع العذاب من حرق وتدنيس وسفك وهتف الأعراض النساء المسلمات.